بالرغم من مقاومتها للحفاظ على مجتمعها وعدم ضياعها، إلا أن الرجل استطاع بذكائه ومكره أن يسلبها ألوهيتها ومكانتها المقدسة تدريجيا، ويفرض عليها قيودا كثيرة، وبدأ باللجوء إلى أساليب العنف في التعامل مع المرأة. وتجسد هذا العنف بأشكال متعددة من السلوك والأفعال الفردية والجماعية اتجاه المرأة، والتي ألحقت بها ضررا كبيرا وقلل من شأنها وقدرها في المجتمع. وسائل العنف ضد المرأة متعددة، فقد يكون عن طريق التهديد أو الاستغلال أو الخداع أو التحرش أو الإنقاص من إمكانيات المرأة العقلية أو الجسدية ضد أنثى. الأسباب الثقافية، الأسباب الاقتصادية عفوا، الخلل المادي الذي يواجهه الفرد والأسرة، والتضخم الاقتصادي الذي ينعكس على المستوى المعيشي لكل من الفرد أو الجماعة. حملات تندية شدة تاسرجن برنامجي ما هن محاضرة الجنداء بدن الكومينا بدن قواتي عسكري بدن أسائشي جنوز لام تفد جبولو إيرو محاضرة ما جي هوالي ما أسائشي بون جنوز لام بون يعني ما خصت أم في محاضرة بدن أم بفين كأف زلام مثلا إيه دفي صازية دفي قواتي ما عسكري ده بكا تقبلاوان جبونا جني شاوايه محاضره هادان نقاشات هبون هر دو طرفات جي نقاش هبون نقاش باش بون ام دبن قي يعني رساله ما جياوان وقت صار خبسه كن الرساله جياوان وقت اف محاضرتي دان نأنو حق ازلام تني حق ازلام جي هي وحق جني جي هي ام دبيجن مساواد اورتاجن وزلام د مساواه هبن ام دبين هيدي تيغو هرتن بس انك زلام هي هين او سلطوي بونا زلام وانو تقبلا فكره انو جني بك وجن حقك يهب هين هي تكوشينك مزن جوار لازم يعني ام ناصر حواله قوات عسكري تني بيجن سر جواك جي بيجن ام سر كومينا جي بيجن سر ام ناف جواك ايدن ام دغارن وام دبينن يعني بلكي جسد زلامي بيس زلام سي زلام ذهنيتا يهاتي غهرتن زلام هين ذهنيتا وان او ذهنيت زلام زوبزو ذهنيتا ينا يغهرتن خوازه تمي او سلطوي بسلطه اوي بتخوازه هيمنه تمي دستيوي ده بحكم دستيوي ده يعني دمال باتي ده او جدر ب او تربيه تا زاروكا او تشبت خوازه او تمي سلطوي بدستيوي ده جنجي خوازه بيشكتنه كي تشيك جبر وك از دايكم قاس بيشكتنه كي بخور تشينكم بزاروكي مرجي تشينابن بزاروكي مرچينبن زاروكي وانجي بيرچيم يعني تمو دايم امولو دمينن اما ايرو دوك روجك ايرو دق ام دبر خندن وحبك السرن جي خنا ساكنن امي تمي بندست بمينن وقتا ام بندست ازلام امان امي بندست دولت اجي بمين امي بندست هركسي بمينن لوغورينا رينا مدناف جواكي دف هشمندي يعني جن كاربوغهر ام جن دسته خوته خن دسته هف ام بهاب را آلی کاربن یعنی ام کاربن جواکی بگهارن بس ام زحمتیه بگشینن زلام او وک مگود تم و تم دخوازه او ای بمینه سلطوی اما ام کارن بگهارن جبر جن خورته جن کارد بر خواب ده جن سیاست اگ جنه هیه جبر جناگ مالک اداره بکه کار جواکا دورا خوش اداره بکه وقتا جن مالا خو اداره ده که جعالی آبوری ده جعالی زلام ده جعالی مثلا زاروکا تربیتا زاروکا آنینا زاروکا کار جواکا خوشی پیش ده بخه ام جن وقتا دسته خو تیخن دسته هفدو ده جن دسته هفدو بگرن وی کار بن ده جنال دورا خو يعني سراس بكن جبو في هجمنتي ام يعني دما قدري جمر لازم جن وزلام بهفر تاكوشين بكن قكاربن في تشتي سراس بكن